ولا يزال الأمر معقدا في شوارع مصر أو على الأقل في بعضها. معنا زميلنا الأستاذ أحمد عبد الله، الصحفي المتخصص في شؤون الأمنية من وكالة أنباء الشرق الأوسط في محيط كوبري قصر النيل، علشان يقول لنا إيه اللي بيحصل هناك. مساء الخير أستاذ أحمد، إيه الأخبار عندك؟ مساء الخير يا دكتور. هو الحقيقة ميدان أسمون كوليفار ما زال بيشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. المتظاهرون ما زالوا يحتفظون قرب من جامع عمر مكرم ويواصلون رشق قوات الامن بالحجاره، في الوقت الذي ترد فيه قوات الامن بالحجاره ايضا وقنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والاخر لمحاوله ابعاد المتظاهرين باتجاه شارع ميدان التحرير. كما ان تمكنت الاجهزه الامنيه من القاء القبض على نحو 7 اشخاص خلال تلك الاشتباكات حتى الان، في الوقت الذي بدا بعض الادخنه الناتجه عن قنابل الغاز المسيل للدموع الى الوصول الى ميدان التحرير، وما جعل المعتصمين يلتزمون بشكل نسبي داخل الخيام لتفادي اثار تلك الادخنه. نعم. هل واضح هم عايزين، يعني لو قوات الامن انسحبت هم هيروحوا فين يا احمد؟ يعني المتظاهرين عايزين يوصلوا لايه في الاخر؟ هي طبعا الاجابه دي احنا بقالنا 4 ايام احنا عايزين نعرف الاجابه دي يا دكتور، مش عارفين نعرفها لغايه دلوقتي. يعني سواء في اشتباكات كوبري قصر النيل بعد لما اجهزه الامن انسحبت لحد سمرميس، هم برضه كملوا لحد سمرميس، زي ما حضرتك شفت اقامه بعض العناصر المثيره للشغب باقتحام الفندق. بالنسبه لشارع قصر العين، قوات الامن موجوده خلف الجدار الاسمنتي الموجود بالشارع مش في مواجهه المتظاهرين. على الرغم من كده برضو قامت بعض العناصر بمحاوله اسقاط الكتل الخرسانيه الموجوده في شارع القصر العيني ومواصله الاشتباكات مع المتظاهرين. وهو في الوقت اللي بيظهر فيه مجموعات كبيره من المعتصمين بلدان التحرير بيروحوا للشباب دوت، يعني في سواء في قصر العيني او في تيمون كوليفار، ويقنعوهم بالعوده لميدان التحرير، يعني وبيقولوا لهم احنا يعني اساس مظاهرتنا في الميدان مش مع الشرطه في الشوارع الجانبيه ولكن دون جدوى. شكرا يا احمد. طبعا الرساله لازم نكون عارفينها انه الاصل في فكره التظاهر السلمي هو انك بتتظاهر دون الاعتداء لا على اشخاص ولا على مباني ولا على مؤسسات ولا على ممتلكات خاصه، عربيات وغيره، هو ده الفكره. فما دام عندك مكان امن يعني بتقدر تتظاهر وتعتصم فيه بدون تدخل الشرطه يبقى انت سلمي، لكن اول ما بتوصل لمكان عايز تحتك فيه مع قوات الامن يبقى مش سلمي. يعني اقصد عشان بس يبقى واضح ايه معنى كلمه سلمي، يعني سلمي مش معناه تعمل انت عايزه تحت شعار سلميه وتدخل في مناوشات مع رجال الشرطة. ده بيرجعني الحقيقة للدكتور معالي الوزير محمد الورابي، احنا كنا بنناقش نقطة حساسة شوية ومعيش سمعين حركة ان انا اكون اكثر صراحة فيها. احنا خايفين، انا واحد من الناس خايف ان نيجي عند نقطة تكون فيها القيادات حتى قيادات جابة الانقاذ مش قادرة حتى انها تحرك الشارع، توجه الشارع، ترشد الشارع، وتسيطر على الأوضاع، وبالتالي ننتهي لحالة أنه الناس اللي فوق دول النخبة بيكلموا بعض، إنما عمليا الشارع بيأكل في بعضه وده بيضرب في ده وإلى آخره. هو يعني أنا متفق مع حضرتك في الطرح دوت، ويمكن لو حاولنا نشخص الحالة اللي موجودة عشان نقدر بعد التشخيص نقف على الروشتة أو العلاج، أنا بشوف أنه الشارع المصري الآن أو ما يشهده الشارع المصري الآن تآكل حاد في شعبية الحرية والعدالة، وفي نفس الوقت لم نحصل كجبهة إنقاذ على يعني الإجماع أو التأييد المطلوب واللي احنا بننشده من جماهير الشعب. ف جبهة الإنقاذ حتى الآن هي مجرد يعني وسيلة لنقل مطالب الشارع إلى الإعلام وإلى السلطة وخلافه. دائما الشارع للأسف سابق جبهة الإنقاذ، ودائما الشارع بيسبق. الحقيقة الشارع هو أصبح هو النخبة
يعني اكتر من النخبه اللي قاعده في المكاتب او في قاعات التفكير وخلافه. فجابت الانقاذ في المرحله الحاليه اعتقد ان هي يعني يجب ان هي تكون معبره بدقه عن مطالب الشارع. ومطالب الشارع احنا ما بنقولش على فكره التخريب وال دي كلها اشياء مرفوضه، وعمرنا ما قلنا ان احنا مدينا غطاء سياسي او خلافه. ديت اشياء غطاء سياسي للعنف اكيد مفيش كلام من ده خالص، ومفيش اي حد في جبهه الانقاذ او مصري او في اي حته ان هو يدي غطاء سياسي للعنف، لان العنف ده زي ما قال دكتور سليمان في النهايه السفينه كلها هتغرق وهتغرق بينا كلنا. هي مش هتغرق بجبهه الانقاذ بس وهتسيب الحريه والعداله، لا، هي هتغرق بالجميع. فاذا احنا هنا محتاجين ان احنا نقف ويعني نحاول ان احنا نصل الى صيغه وفاق وطني وسريع جدا زي ما حضرتك تفضلت. الكام يوم الجايين دول في منتهى الحساسيه، ويمكن يعني هيكونوا نقطه حرجه في تاريخ مصر اذا ما تجاوزناش هذه النقطه. وطبعا ده مش في مجال ان احنا بس بنهدد او خلافه، لا، الكلام دوت كلام برضو نابع من نبض الشارع وليس نابع من قيادات جبهه الانقاذ. ولكن انا يعني بعد انضمامي لجبهه الانقاذ انا استشعر تماما وطنيه كل من هو في هذه الجبهه، استشعر تماما حرصهم على ان هم يتصلوا بالشارع ويعرفوا نبض الشارع ويقعدوا مع الشباب. حاليا في اعضاء من شباب الاحزاب موجود في اجتماعات الجبهه، وده شيء كويس، وطبعا السيدات كمان لهم نسبه في التواجد في اجتماعات الجبهه. عشان كده انا حضرتك وانا جاي النهارده فكرت في المبادره ديت، وكنت اتمنى ان حضرتك يعني يمكن نبلورها الى حد ما، ان احنا نعمل حوار يعني نمشي الحوارات اللي بيقوم بيها الشيوخ، اسف يعني في هذه الكلمه، او الناس الكبار في السن يعني قصدي. وفي نفس الوقت نوجد حلقه اخرى من الحوارات ما بين الشباب الاحزاب، حريه والعداله، النور، المؤتمر، الدستور، المصريين الاحرار، وكرامه. في احزاب كثيره عندها كوادر شبابيه هي في منتهى النضج وفي منتهى عندهم افق سياسي. انا بشوف ان هو يمكن احيانا يعني افق سياسي ارقى بكثير من الافق السياسي لبعض الناس المخضرمين في السياسه في مصر. فقد نبدا مثل هذه التجربه، وممكن تكون حتى موجوده في الاعلام على العلن، الناس تسمع تشوف الشباب هذه الدوله بيتكلموا ازاي وبيفكروا ازاي وخريطه الطريق للمستقبل شكلها ايه. ويمكن ده يكون احد يعني ادوات الضغط انه الشعب المصري يقتنع بهؤلاء الشباب ويقتنع بخريطه الطريق، وتبقى هي دي الشيء المقدم الى القياده السياسيه انها تحاول انها تنفذها. يعني انا يعني الحقيقه مش عايز طبعا هنا في الجلسه بتاعتنا هنا النهارده نخش في سجال مين اللي عنده حق ومين الملوم. انا اللي بشوفه ان احنا في خطر، وفي خطر محدق وخطر كبير، واذا لم نتكتف جميعا ونقف مع بعض، انا بقول لحضرتك الغرق لن يفرق ما بين حزب وحزب، الغرق سوف ياتي على الجميع، وده طبعا لن نتمناه، وان شاء الله مصر اكبر من اي مشاكل باذن الله. دكتور شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور وعضو المجلس الرئاسي، انا اسال حضرتك سؤال. ماشي، انا يعني خليني اكون صريح مع حضرتك شويتين في الجزء ده. في خوف من انه من وصل الى السلطه يعتقد انه الشعب المصري طالما اداله الاغلبيه في الانتخابات اذا هو وقع معه على وثيقه تخلي عن ارادته، واللي في السلطه يعمل اللي هو عايز يعمله. وبالتالي بنسمع دايما من وجهه نظر من في السلطه انه اي حد بيعارضني او اللي بيعارضوا دول عاده عندهم اجنده وعايزين يسقطوا الرئيس ويسقطوا الدوله ويسقطوا المشروع الاسلامي والى اخره. حضراتكم مش في السلطه، يعني كحزب نور مش سلطه، وبرضه ما انتوش معارضه بالمعنى. حضرتك شايف المشهد ازاي؟ وهل في فرصه لتقريب وجهات النظر ام الموضوع مغالبه؟ شوف سعادتك، احنا لما خرجنا من الثوره السياسيون في مصر سواء في الاحزاب الاسلاميه او في المعارضه ورثوا اشياء وقيم يجب ان يتخلصوا منها. في حقيقه الامر ورثنا مثل هذه الاشياء من النظام السابق، ولا زال سواء في المعارضه او في السلطه عندنا اخطاء جسيمه. احنا نحن الان نعيش في فوضى قانونيه، كل ارتباكات قانونيه واشياء في الدستور. احنا عملنا دستور وساعتك كنت مشارك معنا، دستور رائع، لكن كانت فيه بعض المواد اللي ادخلت في الوقت الضائع كانت هي سبب من ضمن الاسباب اللي ادت الى الاحتقان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. في اجراءات قانونيه خاطئه تجري الان بكل اسف.
اذا نحن زي ايه مثلا؟ اجراءات يعني البعض يشكك مثلا في في مجلس الشورى انه يشرع على اساس ان التسعين المعينين عينوا بعد ما نستفتى الشعب على الدستور وبعد ان صوتت البعض يصير هذا. نعم. وساعات يبقى فيه وجاهه منطقيه في هذا الكلام. نعم. والبعض يقول ان المجلس لا في فتره انتقاليه لا يعني لا يمارس التشريع بمعناه اقتراح القوانين بل يمارسه بصلب الدستور وهو مناقشه القوانين. يعني هناك امور كثيره جدا. البعض مثلا يثير شكوك حول ان تعيين 90 نائبا في مجلس الشورى مخالف للاعلان الدستوري الذي كان يحدد في ماده 41 انه يقوم رئيس الجمهوريه فور انتخابه بتعيين 90 من الفور ده انتهى الفور دي فات عليها اكثر من 6 شهور. نعم. فبالتالي احنا عايشين في مرحله ملهاش عنوان. انا اقول انه لازلنا نرث من النظام السابق بعض القيم الغير أخلاقية. يعني أنا طبعا لا أقصد معالي الوزير في كلامه، لكن أنا كنت أفسر عندما تطلب جبهة الإنقاذ تأجيل الانتخابات، كنت أقول لماذا تطلب تأجيل الانتخابات؟ ده احنا عاوزين نخرج من المرحلة الانتقالية الانتخابات القادمة. فلما سعادة الوزير دلوقتي قال عنوان، طبعا هو لا أقصده هو شخصيا. لما يقول انه شعبية الحرية والعدالة تتأكل يوميا، معنى هذا لما اربطها بفكرة تأجيل الانتخابات يبقى مزيد من التآكل، اعتقادا ان التآكل من رصيد الحرية والعدالة سينتقل الى بعض الاحزاب في جبهة الانقاذ. لا انا معلش انا لا اقصد مقولة سعادتك، لكن انا شخصيا وضعت نفسي علامات استفهام. يعني علامة استفهام دي لما احب اجاوب عنها مش كلام على الوزير بس، البعض يقول هذا. لا ده كلام على الوزير، ده رأي، ده في حاجات ده انا مش عايز بس اطلع عشان ما ابقاش باثير بلبلة. بس لا في ناس ده في ناس بتهاجم مثلا الدكتور البرادعي انه بان هو يقعد مع الدكتور مرسي، ده في حد ذاته يعني ده بيدي مصداقية لقتلة يعني عايز اقول لك ده الدكتور البرادعي ده كده راجل قليل جدا هو الناس اللي معانا. يعني انا اقول يا دكتور معتز، احنا كاحزاب اسلاميه بنرفع لواء الشريعه الاسلاميه المنظر الرئيسي للتشريع، والاحزاب الاخرى قالت يا مرحبا بالشريعه الاسلاميه، حتى الاخوه في الاقباط قالوا يا مرحبا بالتاكيد. طبعا لو احنا رجعنا للشريعه الاسلاميه في موضوع الحوار نجد اننا مخالفين ليه مخالفه 180 درجه. في موضوع صلح الحديبية ماذا تم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تنظر إلى صلح الحديبية كأنه تنازل تنازلات، حتى سيدنا عمر لما قال له ألست برسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألسنا قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال بلى. في الآخر خالص يقول فعلاما نرضى الدنية في ديننا. طب ليه بقى نوافق على ان اللي يروح نرجع السنة دي ما نعتمرش واحنا بالقرب من مكة، السنة الجاية اللي يجي مسلما يلتزم رسول الله بإعادته الى قريش، واللي يجي للتنازلات هذه ظاهرة تنازلات ضخمة، لكن في سبيل حقن الدماء وافق النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل حقن الدماء وعاد دون ان يعتمر، وكان من 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 هذا الصلح مصدر راحة كبيرة جدا ومصدر انتصار. طبعًا. فنحن اليوم لا نتعامل مع مبادرة حزب النور كتنازلات او كانها عبء في كرامتي وانا هخسر شعبيتي. لا لا لا, لا. ده الرئيس عند الرئيس هو المسؤول الاول عن شوف اقول لسعادتك بشيء. انا عندما اقسمت اليمين في مجلس الشعب قلت نصيحة اذكرها للان واستذكرها الاستاذة مارجريت عازر، قلت اولى مهام مجلس الشعب التحدي الذي يواجهه قبل التشريع وقبل الرقابة أن يستطيع أن يعيد بناء اللحمة الوطنية في مصر ويعمل تصالح بين التيارات المتعارضة بحيث نجتمع كلنا على نهضة مصر، لأنه لا يستطيع فريق أن يقوم بهذا ويتغلب على المشكلات. أقول أن هذا القسم اللي أنا أقسمته والكلمة اللي قلتها أنا أرى أنه لم يتحقق منها شيء صحيح، لا من جانب المعارضة ولا من جانبنا كأغلبية أو من جانبنا كأحزاب حاكمة أو تدير الآن المشهد. ما عملناش ده كله. إذن ما أين الشريعة الإسلامية التي نقول أنها المصدر؟ مبادرة حزب النور فيها كل هذا، فيها محور عن المصالحة الوطنية حتى مع أعضاء الحزب الوطني القدامى الذين لم يلوثوا أيديهم بدماء ولم يفسدوا في الأرض، لماذا لا نتصالح معهم؟ هذه المصالحة أساس للخروج من هذا النفق. المواطن العادي عندما يحسبها كده عشان من يعني أنا نحن لا نعذر هذا العنف وهذا وهذه الاضطرابات وهذا الفوضى، لا لا يعني لا نجد له مبررا، لكن لما تجد الغالبية السواد الأعظم من الشعب لم يرى تغييرا حقيقيا في حياته، لا عدالة اجتماعية ولا حد أقصى للأجور ولا حد أدنى للأجور، بل إن حياته الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا بعد الثورة، فبالتالي يقول لك ماذا خبطت من هذه الثورة؟ أمني فقدت جزء كبير من الأمن، اقتصادي تدهور، حياتي زادت صعوبة، النخبة منشغلة بحسابات سياسية معينة وسايبين البلد تغرق هكذا، وبعدين البعض يراهن على أن يومين وهيعدوا. لا الاحتقان ده بتراكمات صح. احنا ثورة 25 يناير ما كانتش الشباب اللي خرج الجميل اللي عمل ثورة
ما كانش هي الثوره يعني ما كانش بدايه الثوره متوقع. الثوره عباره عن تراكمات كميه قديمه صحيح. ادت الى هذه التغيرات الكيفيه، فبالتالي كله بيختزن هذا جواه، وهيجي في وقت من الاوقات نحن نريد ان يستطيع رئيس الجمهوريه ان تعطى له فرصه، ولن تعطى له الفرصه الا اذا كان في حوار جاد بين الاطياف المختلفه ومكشوف امام الراي العام لكي يعلم الجميع الكلام اللي احنا اثرناه دلوقتي، هل فيه مؤامره او ما فيش؟ هل الرئيس حريص على اعاده بناء اللحمه الوطنيه ام غير حريص؟ هل الرئيس يتحرك من منطلق مصالح حزبيه ضيقه ام يتحرك بمصلحه المصريين؟ هل المعارضه دي عندها اجنده للاصلاح ام عندها اجنده فقط لاسقاط السلطه باي ثمن من الاسمان؟ كل هذه الاسئله غامضه، عاوزين نكتشفها من خلال مبادره معروضه. من يستطيع ان يفرضها؟ قل لي عناصر المبادره اللي عرضها حزب النور، ما الذي فيها من يسعه ان يرفض فيها شيء؟ ده بالتالي ده يعني ده لا انا بتكلم على العناصر اللي فيها. لا جابت الانقاذ، بتكلم على العناصر. انا اعتقد انها كلام جاد، وعشان كده بنقول احنا عاوزين شعب مصر الان يفهم من يريد ان يخرج من البلاد الى الى يخرج من هذا النفق، ومن لا يريد، من يحسبها حسابات سياسيه بحت ضيقه، ومن يحسبها مصالح عليا. الان انت عندك حدث تغير نوعي في الشارع غير طلوع هؤلاء وهؤلاء، الان مدن القناه هذا تغير نوعي، انا ارى انه تغير نوعي طبعًا خطير طبعًا طبعًا. وبالتالي احنا واجهناها بحاله الطوارئ، واجهناها بارجاع القوات المسلحه بشكل صحيح يعني. انه على الرئيس باعتباره مسؤول عن صيانه امن البلاد ان يتخذ من الاجراءات ما يساعده الى تحقيق هذا الهدف، وان يستعين بالقوات المسلحه، لكن يشي خروج القوات المسلحه الى الساحه مره اخرى يشي بشيء مهم جدا نخجل منه جميعا، وهو عجز السياسيين عن ان عجزهم عن ان يصلوا الى كلمه سواء يديروا بها البلاد، وبالتالي اذا طالت فتره تدخل القوات المسلحه ربما تؤدي الى سيناريو اخر لا نرتضيه. صح، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور سليمان صالح، انا عندي سؤال كبير شويه. اتفضل فندم. طب في مبادره جت من حزب النور، وفي مبادره جت من الدكتور براتحي ومن مكتب السيد عمرو موسى، احنا ما سمعناش لغايه دلوقتي اي حاجه من الحريه والعداله ولا من الاخوان ولا يعني ايه الموضوع؟ كل المبادرات الوطنيه من كل الاتجاهات السياسيه مرحب بها، لكن اول مبادره للحوار اطلقها الاستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتمي من زمن طويل جدا للحوار، تعالوا نتحاور، ودعوته للحوار كانت مفتوحه للجميع، وانا ارجو ان هو كل الاتجاهات السياسيه لابد ان تتفق على ان قاعده الحوار هي اساس ووسيله للتقدم، حل مشاكلنا، اي احنا عندنا مشاكل في مصر، حل مشاكلنا كلها لابد ان يتم من خلال الحوار، وبالتالي فإن كل الاتجاهات السياسية مدعوة اليوم لأن تصدر بيانات تدين فيه العنف وتتبرأ منه، وتقول أن العنف هو وسيلة لا يمكن اللجوء إليها بين المصريين، الوسيلة الوحيدة لحسم خلافاتنا هي أن نجلس على موائد الحوار وأن نتحاور، وعندما نختلف نلجأ إلى شعبنا، نلجأ إلى أن نستطلع إرادة هذا الشعب ونحترم إرادة هذا الشعب. الأمر الثاني أن رئيسنا هو الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، وهو المسؤول الأول عن حماية هذه الدولة، عن حماية وحدتها، وعن حماية تماسك هذا المجتمع، وعن حماية مؤسساتها من التخريب والتدمير، وبالتالي لابد له أن يتخذ من القرارات ما يكفل ما يضمن حماية هذا المجتمع. أنا بعترض على مصطلح المصالحة الوطنية، أنا بقول إن إحنا مش في حالة خصومة عشان نتصالح، إنما في حالة وفاق، في حالة أن نلجأ إلى تحديد أهداف كبرى، لابد أن نلجأ إلى تحديد، لا في دم في الشارع. اسمعني دكتور أستاذ مجد، ثانية. إنما إن إحنا لابد أن نلجأ إلى تحديد أهداف كبرى نعمل فيها معا، ونعمل فيها معا، نتسابق فيها عما من يمكن أن يحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. الهدف الأول هو أننا أن نعيد بناء مصر اقتصاديا، نعيد لها الريادة والقيادة في منطقتها، نحقق لها نظام اقتصادي، نحقق العدالة الاجتماعية للجميع، نعيد دراسة الأجور كلها، فنحدد فنحصر كل من يتقاضى أكثر من الحد الأقصى الذي تم تقديمه. يا حضرتك بس حضرتك يعني هو مين اللي يعمل ده؟ لا حضرتك مين اللي يعمل ده؟ نتفق على هذا، نتفق على هذا كافيين، علشان بس احنا قدامنا وقت حرج من النهارده
لغايه الجمعه. الكلام اللي بيتقال ده بيتقال مين؟ انا اريد قبل الجمعه. انت اديت كل الصلاحيات لرئيس الجمهوريه وقلت هو وحده كل الاتجاهات عدت مليون حاجه لوحده. انا هراجعه في دي بس قلت لا خليني اكمل الفكره وبعدين عرضيني كما تشاء. قبل الجمعه لابد ان نتفق جميعا على اننا لابد ان نحمي مصر كدولة ونحمي وحدتها ونحمي كل مؤسساتها ونرفض اي عنف ونفرض الناس اللي انتخبتكم على كده ونرفض تمجيد الجريمة. ولا يجوز ابدا ان نصف مخربا. لا لا حضرتك انت كده. لا 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 والله لا انا عايز معاك تكمل لي اخر جملة عشان اسالك سؤال. حاضر بس كمل اخر جملة. انتوا مش مدركين احنا فين. تمجيد الجريمة مرفوض في عرف السياسة في عرف السياسي في طبعًا. عرف الاتجاهات السياسية يجب اذا ان ندين. طب اسال عن سؤال بقى. ان ندين بس لا نستخدم الفاظ متظاهرين او ثوار او وطنيين او قوى سياسية بالنسبة لكل من ينتهج العنف ويقوم بتخريب او تدمير مؤسسات الدولة او السرقة او الاغتصاب او الاعتداء على. انا بس خلاص انا فهمت. لا لا ده حوار محفوظ. اسال سؤال. طب دلوقتي هذه واجبات السيد رئيس الجمهورية بحكم انه انتخب. نعم. هل هو قادر عليها منفردا ولا هو بحاجه لتعاون الجميع؟ هو قال وحده. السيد هو وحده بيدي مشكله. قال وحده. ما احنا قلنا يعني حتى الدكتور يعني قال وحده. ما انا بهدي السنين بس ما ينفعش وفي اصلاح كلنا. ما انا عشان كده لازم نساله. الجمهوريه مسؤول. مسؤوليه كامله. هل هيقدر يعمل ده لوحده؟ كل حاجه قلته ده مسؤوليه كامله وبالتالي انه لابد ان يقوم بهذا. لكن انا اقول انه رئيس الجمهوريه وحزب القضاء والعداله. استني بس استني اشوف اخرها ايه دي. رئيس الجمهوريه وحزب الحريه والعداله من البدايه وهم ينادون كل الاتجاهات السياسيه في مصر للحوار وللتكاتف وللتوحد لبناء لتحقيق مصالح مصر وللتوحد لحماية الدولة المصرية. إذا لم يحدث أن حزب الحرية والعدالة أو الرئيس حاول أن يستبعد أو يقصي أحدا. لكن جبهة الإنقاذ هي التي تريد أن تقصي حزب الحرية والعدالة وتقصي الرئيس. هي اللي بتطالب بانتخابات رئاسة. يا حافظ الكلام ده يا دكتور. يا دكتور مش معقولة كده. احنا في أزمة وانتوا بتتكلموا شعارات. هل هذه دعوة طب بس احنا في أزمة وانتوا بتتكلموا شعارات. يا سيدتي النائبة العزيزة. لا هي بس مشكلة دلوقتي. هل هذه دعوة يمكن أن ترفع في الشارع؟ يا دكتور سليمان أنا بس عندي مشكلة أكبر شوية. إن حضرتك بتتكلم عن إسقاط رئيس الدولة. أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة مش هيبقى في دولة. يعني عايز أقول لك إحنا ممكن نوصل لنقطة. لا إن الموضوع كله على الدولة. هو مين اللي طلع حضرتك قريت البيانات؟ حضرتك قريت بيانات الجبهة كلها؟ لا ما كانش في إسقاط رئيس الجمهورية. لا دي أنا متأكد إنها ما كانتش موجودة. ومع ذلك هات لي بيان بيقول في الشارع من يطالب بذلك. مش الشارع اللي بيطالب. في شارع إزاي؟ الشارع ده مين اللي حركه؟ ومين اللي حركه؟ ومين اللي عبقه؟ أنت عايز تقول لي. وبعدين عايز أقول لحضرتك حاجة. عايز أذكر السادة المشاهدين. اسمعنا بقى زي ما احنا سمعنا. أنا بارك بس أقول هذا المعلومة. يا رب يخليك اسمعنا. خليني آخر جملة. أقول هذه الجملة إن أحمد شفيق ظهر على الجبهة الفضائية بس يقول أنه ستحدث حرب شوارع بعد وهذا ما حدث. والله العظيم ما مسؤولية هذا الرجل عن ما يحدث في الجبهة ليست على التصلبي على الإطلاق. ولا بد الآن. طب دكتور سليمان حضرتك أخذت وقتك الذي هو حق لك. يا دكتور أستاذة مارجريت أنا بس عايز أقول حق مش عايز نفضل في السجال ده. لا عايزين نوقف السجال. الدكتور سليمان لا ما أصل الدكتور سليمان مش معبق. الدكتور سليمان حافظ اشياء على فكره مش هو اول واحد اسمع منه كل الاشياء دي بدليل ان ده منهج هم مش حاسين باحتقان الشارع. بس دي بس كلمه السر بقى. انا دي وانا عايز يعني بعد ما حضراتكم تكلموا معالي الوزير. لا انا عايز برضو الدكتور شعبان معايا لانه واضح ان احنا قاريين الموضوع بطريقتين مختلفين تماما. كانهم قصتين عن فيلمين. واحد حاجه بتحكي عن يابان وحاجه بتحكي عن على فكره حاله الانكار دي مش الانكار ده اللي هيخلينا نقف بعض. ما هو مبارك كان ممكن لغايه يوم 11 فبراير بالمناسبه. ما هو قالوا له برضه خايف من كده. ارجو عدم المقارنه. لا مقارنه لا انت برضه لا الورده جدا. انا هقارن لاسباب لاسباب تحليل مش لاسباب سياسيه. لا 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 هرجع لحضرتك. لم يكن يوما رئيسا. لا هرجع لحضرتك. مرسي رئيسا منتخبا باراده المصريين. مبارك كان رئيسا منتخبا. انا عمري ما كنت بتكلم. مبارك لم يكن رئيسا منتخبا. لا كان رئيسا منتخبا. انا بس هقول هو الفرق. انا هقول الفرق. انا هدخل مش مزور مارجريت بشكل بايخ. احنا امكننا ان احنا نسقط مبارك
من غير ما نسقط الدولة. انا اللي خايف منه المرة دي ان انت هتسقط الدولة واحنا ما بنعرفش نسقط مرسي. يعني فهمت هيفضل مرسي رئيس دولة مش موجود؟ يعني اصلا هيفضل؟ يعني انا مش ببالغ. انت في الحياة دلوقتي كده؟ انا مش ببالغ. يعني انا بقول احنا دلوقتي بالاحتقان اللي احنا ماشيين فيه ده مش وليه ندي فرصة لحد يزايد علينا؟ وليه ندي حد فرصة لحد؟ دي حاجة جديدة في العلوم السياسية بتبقى لما تسقط الدولة. الدولة بيفضل رئيسها موجود ولا لا؟ يعني لا انا بقولها انا بقولها على سبيل التحذير. لا انا هقول حاجة انا عايز استاذ مرجان عشان ارجع. لا لا الدولة لا تسقط. مصر لن تسقط واحنا هنكافح. هو حضرتك لما بتكسر كل مؤسسات الدولة وانت بتكافح علشان تحميها هتعملي حرب اهلية. وانت بتكسر كل مؤسسات الدولة مش معناها الدولة بتسقط. لما بتشكك لي دلوقتي في مؤسسة القضاء الحكم اللي ما بيعجبكش مين شكك في مؤسسة القضاء؟ خلاص بس انا حضرتك القائمين على هذا الدكتور سليمان انا عايز حضرتك تهدى معايا شوية لان انت خدتني في سكة ان احنا بقينا عايزين نتخانق مع بعض. انا مش عايز نتخانق مع بعض. مفيش وقت الخناقة. المشكلة اعقد. والله انا ما خدتكش في السكة دي. ده انا حريص جدا على الحوار. أيوة انا عايز كده. استاذة مارجريت فكري لي احنا قدامنا مش هزار 48 ساعة. 48 ساعة املنا ان من النهاردة لغاية 48 ساعة يكون عندنا بارقة امل سياسية تمنع عنف يوم الجمعة. بالزبط. تمام. لو سيبنا الامور زي ما ماشيه مش بس هيبقى في عنف, ممكن يبقى عنف اشد كتير. ومع الدماء, ودي مساله خلاص اتعلمناها من الخبره, الدماء ما بتبقاش ابدا هي نقطه البدايه في حل. ده بتبقى مزيد من المشي ومزيد من الدماء. فبالتالي حضرتك فكري معايا نحل المشكله دي ازاي. انا فاكر نحل. يعني خلينا نتعلم من دروس الماضي. انا متاكده يوم 25 يناير لو كان طلع حسني مبارك لهذا الشعب واقال, انا اسفه مش بقارن بس ده لازم نتعلم من دروس. مش 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 لو كان اقال الحكومه دي وكان حل مجلس الشعب, انا اعتقد ان كانت الناس هتفت باسمه في الشوارع, لانها ما كانتش طالعه على اسقاط حسني مبارك. هي كانت طالعه خلي انا بقى قبلكم نازله الشارع قبلكم على فكره. يا مش قضيه دي, مش قضيه دي, عدي بس عدي عدي ما حصلش حاجه. لكن الشكر في كل حال. طيب ماشي كويس ماشي. يعني لكن اللي انا عايز اقوله النهارده ان الرئيس مرسي برضو نفس الحكايه. استمر يومين الناس سايره في الشارع, يوم الجمعه طلع يوم الاحد بخطاب للاسف الشديد كان مستفزا للشارع اكتر منه مرضي. احنا عايزين الحل. أيوة. الحل يطلع رئيس الجمهوريه يقول ان في تعديلات دستوريه هنعمل لجنه تعمل تعديلات دستوريه ويتم الاستفتاء عليها. نعم. ومناقشتها ويمثل فيها كل التيارات. هي المبادره اللي قالها حزب النور واللي طلعت من مجلس الدفاع الوطني وقالت هذه الحكومه الفاشله. نعم. الفاشله. نعم. ها وتعيين رئيس للوزراء او رئيس للوزراء لا ينتمي لاي حزب لكن شخصيه وطنيه مجمع عليها الجميع, ما تنتميش الى حزب, تختار بمنتهى الحريه الوزراء لانهم يسالوا عنها بعد فتره. نعم. طيب يبقى احنا بنقدر نقول انه بدايات الحل انه يكون في اجتماع يجلس فيه السيد رئيس الجمهوريه مع القوى السياسيه المختلفه بحضور مؤسسات اخرى سواء مؤسسات الدوله او مؤسسات يطلع عليه رئيس الجمهوريه قبل الاجتماع. انت يبقى مبادره منه هو للعمل التصالح الاول. طيب دي طب نشوف نسمع مع الوزير. لا انا اشوف انه يعني الخطوه القادمه وانا اعتقد ان في يعني بدايه ادراك لها في مؤسسه الرئاسه. يعني انا بشوف تصريحات الامس بالنسبه لمؤسسه الرئاسه انها في تصريحات فيها على الاقل نوع من الاعتراف باجابه الانقاذ ككتله معارضه موجوده ومعترف بها. اعتقد انه بعد عوده الرئيس من المانيا انه هيكون من الواجب اعاده او اعلان تشكيل حكومه الانقاذ الوطني او الوحده الوطنيه او الوفاق الوطني. يعني اي مسمى, انا ما بحبش كلمه انقاذ. خليها يعني اول خطوه نعملها حكومه وفاق وطني. الحكومه ديت انا اعتقد انها اولا هتكون بادره بتبين انه الرئيس اصبح الان يعني عنده القبول او الاستعداد ان هو يجري حوار وطني مع مختلف القوى بان هو شكل حكومه او سلطه تنفيذيه بتجمع كل الطوائف وكل الوان الطيف السياسي اللي موجوده في على الساحه السياسيه المصريه. فانا اشوف ان هي ديت اول يعني بادره وهتهدئ الخواطر كثيرا وهتهدئ الشارع كثيرا في حاله ان احنا نحاول ان احنا نحط حكومه جديده امام الشعب المصري. وديت ما فيهاش اي يعني كان الدكتور سليمان بيقول انها مطالب تعجيزيه من دي ما فيهاش اي تعجيز. ويعني موضوع من حق رئيس الجمهوريه وفقا حتى للدستور ان هو يعيد تشكيل الحكومه بالشكل اللي هو بيراه وفي نفس الوقت بيرضي
المجتمع المصري ويهدئ الخواطر الى حد كبير. انا يعني مش عايز كنت اخش في سجال، ولكن انا بفكر الدكتور سليمان ايضا بيوم 5/12، يوم 5/12 اللي هو احداث الاتحاديه. احداث الاتحاديه ديت كانت اعتقد البدايه في يعني احنا كشعب مصري، انا وانا يعني راجل كبير في السن اقدر اقول لك ان احنا كنا دائما متعاطفين مع جماعه الاخوان المسلمين في على مر العصور، لاننا كان دائما بنحس ان ده فصيل وطني فعلا وجزء من النسيج السياسي المصري، وكان بيتعرض لقهر واضطهاد وظلم. لكن انا يعني اعتقد ان جميع او كتله كبيره جدا من المصريين غيروا او تحول هذا التعاطف الى يمكن مشاعر اخرى بالمشاهد اللي حصلت يوم 5/12 امام الاتحاديه، اللي هي دلوقتي محدش بيتكلم فيها خالص، ولا في اي لجنه مثلا تقصي حقائق او اي تحقيقات او اي شيء بيتكلم عن مين اللي كان ورا الموضوع دوت، ومين المحرض، ومين اللي عذب الناس، ومين اللي ربطهم على اسوار الاتحاديه. كل ديت حاجات كانها اتنست وعدت خلاص. ف الحكومة لازم فعلا يكون فيها حكومة جديدة، ممكن يكون برئاسة حتى شخصية محايدة غير حزبية، ما فيش مشكلة، وتكون كلها قايمة على الكفاءة وعلى القدرة على الإنجاز. ناس كتير هتقول لك لا دي هتبقى حكومة برضو مرتعشة عشان في انتخابات قادمة. قد تحظى هذه الحكومة بثقة مجلس النواب القادم وبثقة الشعب، وقد تستمر في عملها إذا كانت فعلا حكومة قوية وصلبة ومتماسكة. فيعني هذه البلد لازالت فيها شخصيات كثيرة تستطيع أنها يعني تقوم بواجبها وتنفذ تعهداتها، وعندها قدرة كبيرة على التفكير والخلق للأفكار الجديدة، بحيث أنه بلدنا فعلا في حالة يعني أنا برضو باخد من كلام الدكتور سليمان، إحنا في حالة اقتصادية مهترئة، ولازم فعلا أن احنا نهتم بالاقتصاد والأمن، هم دول الجناحين اللي أي حكومة قادمة لازم أنها تعمل بهم وتعمل على تحقيقهم، وإلا يعني هيكون في عندنا مشاكل سيصعب على الرئيس حتى يعني هيستمر في الفترة القادمة لغاية نهاية الأربع سنوات في الدفاع عن الخراب اللي موجود في مصر الاقتصادي والأمني. مش هيبقى عنده القدرة انه يفكر في أي تقدم لهذه الدولة ولا تحقيق أي نوع من التنمية الاقتصادية لهذه الدولة، لأنه هيكون كل دوره على عملية سد ثغرات نتيجة انهيار الدولة. فده كلام، احنا ما عندناش هذه الرفاهية، ما عندناش رفاهية ان احنا نغير رئيس، ولا ان احنا يعني نقعد ننكفه علشان يفشل. لا، احنا بالعكس احنا عايزين هذه الدولة تنهض وبسرعة، وبسرعة جدا جدا جدا، يمكن امبارح قبل النهاردة. وقالت النائب العام لحماية مؤسسة القضاء. تمام، بعد الفاصل هرجع أسأل الدكتور شعبان عبد العليم عن وجهة نظره بشأن الحكومة ومجموعة المطالب اللي اتكلمنا فيها بما فيها موضوع إقالة النائب العام، لأنه التفاصيل دي هي اللي ممكن تخلي الأمور، ممكن يكون في قبول لمبدأ الحوار، إنما التفاصيل ممكن تخلي الحوار ده ما ينجحش. فاصل، نرجع نكمل نقاش.